ناروكي سايد أنسة منشن أنا سالي كروي. تحية جماعة إيمان هاي تحية. وطبعا وصلنا خبر جدا جميل اليوم أن يوم هو يوم عيد ميلاد إيمان هاي. ان شاء الله انا عارف الجمهور عنده اسئلته وانا ما اطول عليك ابدا. فاستاذ الحين فن الدوبلاج شلون بديتي تصيري ممثلة اصوات لجميع الشخصيات اللي اديتيها؟ فن الدوبلاج نفسه شلون بديت تصيري ممثلة صوت؟ والى اخره من اعمال تعرفوه. ف شو
شنو أكثر شخصية استمتعتي بأدائها؟ أكثر شخصية مروكو، البنت المشاغبة الشقية اللي فيها حياة، فيها كوميديا، فيها ضحكة، وأيضا سالي. لكن سالي كنت أشتغلها وأنا حزينة صراحة، يعني في بعض المشاهد كنت أبكي وأنا بأبكيها. أما مروكو لا، ضحكتني. وأمتعتكم على صور دي كل مطالبها يعني مع أمها. شو رأيك في مروكو؟ هل ممكن سالي تعطينا تحية لجمهور السعودية؟ جمهوري الحبيب، أشكركم على بذلي هذا المجهود والمجيء هنا إلى معرض مانجاكون لكي تشاهدوا هذه الفعاليات الجميلة وتشاهدوني بشخصية سالي. أحبكم جميعاً وأتمنى لكم التوفيق وكل الخير. فيا أعزاء الحضور، مرة ثانية تحية للإنسانة القديرة الجميلة إيمان هايل. والآن نفتح المجال للجمهور لبعض الأسئلة إذا بالإمكان. تمام. الحين يا دوركم تسألون الأسئلة تحبون تسألونها. طبعاً بطل روح إلى قولي الحين بريكم من حب يسأل السؤال الأول. عليهمكم الحين بريكم أول سؤال مني، تفضل. قديش كانت إنه لما أنت كنت تروحي تحلي، قديش كانت صعبة إنه كيف كنت تفكري بالشغل لما كنت صغيرة قبل ما تطلع العروض؟ صحيح، كثير مهم دعم الأهل لما تكون أهلك متفهمين وعارفين قدراتك وموهبتك وشجعوك، فأكيد هذا الحكي رح يدعمك وتزيد من حماسك. الأهل مهمين إنهم يكتشفوا قدرات ومواهب أبنائهم ويدعموهم ويدعموا شغفهم، خاصة إذا كانت هاي الموهبة فعلاً موهبة واعدة. فأتمنى من الأهل إنه فعلاً ينتبهوا لأطفالهم. كل طفل مميز بناحية إبداعية، شجعوا أبنائكم وبناتكم. وأكيد كمان حبيب قلبي المدرسة إلها دور. أنا معلماتي ومديرة المدرسة شجعوني والناس اللي حوالي مثلكم، فأتمنى لك كل التوفيق. إذا عندك موهبة يا حبيبي أكيد عندك مواهب. يعطيك العافية. للسؤال التالي، طبعاً أنسى هذا، أنت كنتي جزء كبير من طفولة العديد من الأطفال في العالم العربي، وانتي دائماً بتكونين بذاكرتنا، وإحنا نشكرك على الذكريات الجميلة اللي أديتيها لنا. بس حبيت أسأل، هي كيف كان بإمكانك أنك تأدين شخصيات في يعني من مختلف الأنواع من القصص، وكيف كان كل شخصية يعني من الصعب عليك أنك تعرضين الصعوبات اللي الشخصية كانت تواجهها، كيف كنت تؤدين هذا المشهد، وكيف كان أي مشهد كان من الأصعب عليك تأديته؟ شكراً لك بالسؤال. المضبوط، كل شخصية بلا شعور كان إحساسي بالصوت اللي ممكن تأدي فيه هذا الشخصية. طبعاً الشخصية بصوتها الأصلي إن كان بالياباني أو بلغة تانية يوصلنا ونسمع، وبالتالي كمان كنا نوقت الشخصية شو بتحكي، نوقتها نشاهدها قبل ما نروح نسجلها بالاستوديو. فإحساسي في الشخصية أحياناً ممكن أدي قريب من الأوريجينال أو من صوت الشخصية الأصلي، وأحياناً أنا أبتكره من عندي، أحسه هل هاي الشخصية عاطفية، هل هاي الشخصية فيها نوع من المشاغبة إلى آخره، فإحساسي ينطلق
من الداخل بصدق العواطف. يمكن هذا السبب اللي خلاني أوصل للجمهور ويعني توصل له أحاسيس الشخصيات اللي أديتها. كل شخصية لها صوت مختلف. سالي تختلف عن كاتولي فتاة المراعي، تختلف عن الغريف العجيب، عن صنبل، هم كلهم أنا، كلهم إيمان هايل. لكن كل واحدة من الشخصيات كان لها صوت. ما بعرف أنا أقولكم إنه قاصدة، لا، لكن من رؤيتي للشخصية، من إحساسي فيها، كان يخرج الصوت بهاي الطريقة. فأتمنى أن يكون وصلت لكم. يعطيك العافية. الآن السؤال التالي. السلام عليكم أستاذة. حابة أعرف كبداية، يعني بما أنك من رواد مجال الدبلجة، إيش كان الإلهام عندك المشروعي خصوصا في مجال الدبلجة الصوتية، غير يعني التمثيل الواقعي خلف الكاميرا؟ طبعا أنا ممثل في دراما وعملت كثير أعمال ومسلسلات تلفزيونية على الأغلب وبدوية وتاريخية، لكن فعلا أنا حبيت الدبلج. ولهلا أنا الآن مخرجة ومشرفة على أعمال الدوكيومنتري وثائقي في أكثر من محطة تلفزيونية، ومتعلقة بهذا المجال كثير. ولازلت كمان ممثلة، لهلا لازلت أشتغل في أخذ كاركتر وشخصيات في أعمال كرتونية أو أنيميشن، ومدبلجة بالأعمال، الأعمال اللي نسميها الأعمال البشرية الكورية أو التركية إلى آخره. هذا الحقل، هذا المجال بعشقه، بحبه وبدوب بالشخصيات. وممكن أنا يمكن الوحيدة اللي شوي مرات مش صبورة، لكن حطيني بالاستوديو 6 ساعات متواصله ضلني موجوده في الاستوديو. حلو حلو، عالم جميل، عالم بخلي عنا طفوله، عالم انا بحس انه في داخلي طفله بدي العب معكم. ومرات انا صح امكم يمكن جدتكم، لكن انا بحس انه بدي العب مع بنتك او ابنك الصغير. بحب هذا العالم، عالم مليان صدق، مليان حب، مليان حقيقة نقية. شو أحلى من إنه إحنا إنسان، أنتوا الشباب في جيل كتير، في أكثر من جيل تربوا على صوتنا، أكثر من جيل، لكن هدول أنتوا الجيل النقي، الجيل قلوبكم بيضة، الجيل اللي تفاعلتوا مع أسمى رسائل اللي قدمناها من خلال هذه الأعمال العظيمة. رسائل التحدي، الطموح، النجاح، رسائل فيها حب، فيها إنسانية عظيمة. هذه الأعمال اللي إحنا بدنا إياها ونربي فيها عليها أطفالنا، بالفعل نشأوا نشأة رائعة. وهذا دليل إنه هذا الجيل والجيل اللي بعده والجيل اللي قبله ناس رائعين ناجحين. إن شاء الله بتمنى إنه فعلاً هذه الأشياء تكون موجودة عندكم، لأنه هاي الذاكرة الجميلة لهاي الأعمال خلقت جيل جنن، جيل رائع، جيل ناجح، جيل طموح. أتمنى لكم كل الخير. أشكركم بحرارة. الله يعطيك العافية أستاذ أحمد. إلى السؤال التالي. قبل الصف تحية من جيل الثمانينيات والسبعينيات، لنا على صوتك وأبهجتينا وأثريتي طفولتنا بأعمال مغنية ما شاء الله تبارك الله. والآن إحنا ننقل الأطفال إلى الجيل الجديد، إن شاء الله يأخذون الراية من يدنا ويتولون المسؤولية. شكرا. إن شاء الله بتمنى لهم كل الخير وكل التوفيق بوجودكم، بوجود العقول الناضجة والقلوب النقية فعلا، والعائلات اللي عم تربي أولادها على أسس متينة. أكيد أكيد الجيل رح يكون إشي بيرفع الرأس. بتمنى لكم كل العز وكل التوفيق وكل النجاح. الله يحييكم ويحيي جهودكم. يا الله شو أنتم ناس رائعين، وشو إحنا
عائلاتنا، نشأتنا، أخلاقنا، هذه ديننا السمح، هذه الأسس بالفعل رح توصلنا للمزيد والمزيد من التطور، من يكون الأعمال تؤدى باللغة العربية الفصحى، لأنه بتصفي سلسة على أذن وعلى لسان الطفل. صح في أعمال عم تدبلج باللهجة العامية، أنا مع الأعمال الخفيفة أو الأعمال الكوميدية، يمكن فيلم، يمكن، لكن الأعمال المسلسلات الطويلة أنا مع اللغة العربية الفصحى، فيجب أن يتحلى المدبلج المهم يمرن صوته. اثنين، لغة عربية سليمة طبعا، بيتعلم، بتعود عليها شوي شوي، بتدرب وبتكون عنده الرغبة، وبتمنى له النجاح، أكيد رح ينجح. شكرا. سؤالك؟ مرحبا، احنا كثير بنحبك يا حبيبتي، وبدي أسألك سؤال. هلا ايش في حضرتك شخصية انت شفتيها وحكيتي انا هاي نفسي ادبلجها؟ حقيقة في عمل أنا شاهدته، فيلم اسمه بريد وينر لأنجلينا جولي، أنتجته، عمل مهم كتير، عن طفلة معيدة لعائلة، وفي صراع بهذا العمل، هو فيلم فيتشر فيلم أنيميشن، فهي بتمنى هاي الشخصية إني أعملها إن شاء الله، اسمه بريد وينر أو المعيد. شكراً. سؤالك. يعطيك العافية حبيبتنا السادة إيمان. حابة أشكر المنظمين في مانجاكون إن استضافت، وقدرنا شفت مرة ثانية الحمد لله في الشرقية. الشرقية أول مرة لكن شفناك قبل. سؤالي، أنا متأكدة إن كل شخصية من شخصياتك أثرت فينا، صقلت شخصياتنا، نحن جيل الطيبين. فحابة أسأل، هل تواصل حد منك من جيل الطيبين منا يعني قالك إنه في شخصية من الشخصيات اللي دبلجتيها أثرت في شخصيته وكان لها سبب في نجاحها في طموحها، ولا بس مجرد شخصية أثرت فينا؟ ممكن نعرف؟ أولاً بحب أحكي لكم إنه هذه جيل الطيبين رائعين. السيدة جمول إجت على الكويت مخصوص مشان تشوفنا، وهلا نرحب فيها بالشرقية، اجت من الإمارات. حبيبتي أشكرك وأشكر جهودك، وهذه إنسانة متابعة للأعمال وعملت عندها هي فرق. هي حكت لي إنه عملت عندها فرق، وكل شخصية أدت فيها هذه الأعمال، مش بالضرورة أنا أديتها، لكن حفزتها وكانت تقلدها، يعني من خلال اتصالاتي فيها كانت تقول لي ليدي خلتني أكون طموحة ومخلص صديق الحيوان، خلاني أحب الحيوانات وأدافع عنهم، الرغيف العجيب خلاني أحب المطبخ وأحب الأصدقاء، الهداف نفس العملية سالي. ففعلا كل شخصية كانت تتأثر في حدا، وكثير توصلني رسائل يقولوا لي إنه جولي أبوت بطموحها وبتفاؤلها إنه رح تنجح عنا تأثير كبير. في ناس كانوا واصلين لمرحلة إنه ما بدي أدرس أصلاً، الظروف المحيطة كانت سيئة فيه، وبعد هيك هلا موجودين بأمريكا، واحدة عم تدرس يمكن تخرجت السنة الماضية، كانت سنة خمسة طب، سبحان الله. الرسائل الموجودة، الطموح، التحدي، إنه أنا بدي أوصل، في هذه الأشياء الموجودة اللي قدمناها من خلال هاي الأعمال الإنسانية الرائعة حفزت كتير من الناس. غير عن هيك مش بالضرورة كمان، يعني في أحياناً الشغب، الحلاوة، الكوميديا الموجودة بهاي الأعمال كمان عم بترفه عن أطفالنا، فممكن يقلد شخصية، ممكن كذا، فبيعطي جو رائع في داخل العائلة. أكيد أكيد أثرت.
شكرا جمول، شكرا لمجيئك، شكرا لكل الجمهور اللي اجى ليحضر هذا المعرض الرائع. بجد انا ممنونه ممتنه لكم وسعيده، هذا اليوم سعادتي لا توصف. ويعطيك العافيه. فيا اعزائي الحضور مره ثانيه اعطونا تحيه حماسيه ناريه هي بالشرقيه الاستاذه ايمان هايل. مره ثانيه اعلى اعلى اعلى، اول مره هي بالشرقيه، اعطونا صوت حق اخذنا ايمان هايل.